مرحبا بكم مشاهدينا الكرام في أخبار السادسة، تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي، والبداية بأبرز العناوين. رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس فالو تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ كوب 28. غدت سريان وقف إطلاق النار، هدوء نسبي في العاصمة السودانية وسط تحذيرات أممية من عرقلة متنامية للنزاع. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله رسالة خطية إلى فخامة سورانجل ويبس جونيور رئيس جمهورية بالو تتضمن دعوة رسمية للمشاركة في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 28 المقرر عقده بمدينة إكسبو دبي في شهر نوفمبر المقبل. استقبل جلالة السلطان عبد الله رعاية الدين المصطفى بالله شاه ملك ماليزيا سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي في القصر الوطني أستانا نيجارا في العاصمة كوالالمبور ضمن زيارة سموه الرسمية إلى ماليزيا. وتبادل سموه ومالك ماليزيا خلال هذا اللقاء الذي حضره أيضا صاحب السمو الأمير حسنال إبراهيم عالم شاه وصي عرش ولاية باهانج الماليزية وعدد من أنجال جلالة السلطان وأفراد من عائلته الأحاديث الودية التي تعكس عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين والشعبين الصديقين. ومنح جلالة الملك سمو ولي عهد أبو ظبي وسامين من الطراز الرفيع وهما وسام بهناج الأعلى من العائلة المالكة إضافة إلى الوسام الأعلى للمدافع عن المملكة، وذلك تقديرا لعلاقات الصداقة الراسخة بين دولة الإمارات وماليزيا. وأعرب سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان في كلمة له في سجل زوار القصر الوطني أستانا نيجارا عن بالغ سعادته بزيارة ماليزيا متمنيا للعلاقات الوطيدة التي تجمع البلدين الصديقين مزيدا من التقدم والرفعة، معربا سموه عن تقديره لكرم الضيافة وحسن الاستقبال. بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية انطلق الحدث الرابع ضمن سلسلة لقاء من الفضاء الذي ينظمه مركز محمد بن راشد للفضاء واستضافته جامعة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بإجراء اتصال مباشر مع رائد الفضاء سلطان النيادي المتواجد حاليا على متن محطة الفضاء الدولية. وأتاح هذا اللقاء للجمهور الذي اقترب من 2000 شخص من محبي الفضاء فرصة التواصل مباشرة مع رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي خلال تواجده على متن محطة الفضاء الدولية لخوض أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب. وطرح الحضور على رائد الفضاء الإماراتي العديد من الأسئلة حول الحياة على متن محطة الفضاء الدولية. ترأس سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية اجتماع مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وطلع سموه على التقرير السنوي للمركز 2022-2023 وخطط العمل وبرامجه وجهود التطوير المستمرة من أجل دعم صناعة القرار وإعداد كوادر بشرية مواطنة تمتلك أدوات ومهارات البحث العلمي والتحليل الاستراتيجي. وأشاد سموه خلال الاجتماع بجهود فريق عمل مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية ومبادراته المتنوعة. عبرت دولة الإمارات عن تضامنها مع جمهورية غويانا التعاونية الصديقة في حادث حريق اندلع في مبنى إسكان طلاب مدرسة تقع جنوب العاصمة جورج تاون والذي أسفر عن مقتل وإصابة عشرات الطلاب. وأعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها إلى حكومة جمهورية غوينا التعاونية وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين. وبالانتقال إلى الشأن السوداني، حيث ساد هدوء نسبي اليوم بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار لمدة أسبوع مساء أمس مما عزز الآمال في بدء خفض الصراع. يأتي ذلك وسط تحذير الأمم المتحدة اليوم من عرقلة متنامية للنزاع داعية طرفي القتال إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الأخير.
دخل السودان هدنة جديدة لمدة أسبوع يؤمل أن تصمد أمام حدة الصراع الدائر، والذي يشتد يوما بعد آخر في ظل تصريحات متبادلة من أطراف الأزمة لا تنذر بخفض التصعيد. ورغم استمرار القتال حتى خلال اتفاقيات سابقة لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الهدنة تأخذ الصفة الرسمية لأول مرة بعد إجراء مفاوضات مطولة. وقبيل وقت قصير من سريانها، أصدر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دجالو رسالة صوتية حث فيها رجاله على الصمود. رسالة حمدتي جاءت مع تأكيد الجيش السوداني وعلى لسان المتحدث باسمه على أن البلاد تشهد استقراراً في الموقف العملياتي عاد اشتباكات متفرقة في أجزاء من العاصمة، أكد فيها الجيش تكبد قوة الدعم السريع خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات. ومع استمرار الوضع الراهن يتواصل نزيف الخسائر البشرية والمادية، آخرها ما أعلنته نقابة أطباء السودان عن ارتفاع عدد ضحايا الاشتباكات إلى أكثر من 860 حالة وفاة بين المدنيين وأكثر من 3500 إصابة، مع تأكيد النقابة بأن مزيدا من الضحايا يجري حصرهم حتى اللحظة في العاصمة والأقاليم. كما حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد الذين يلجؤون إلى تشاد هربا من المعارك الدائرة منذ أكثر من شهر في السودان يتزايد بسرعة كبيرة، وقد بلغ حوالي 90,000 لاجئ، وسط تقديرات أممية بمقتل أكثر من 1,000 قتيل جراء الأزمة، فضلا عن أكثر من 1,000,000 نازح ولاجئ، ما دفع الأمم المتحدة لإطلاق نداء عالمي لجمع تبرعات بقيمة 3 مليارات دولار لمساعدة ملايين الأشخاص في السودان ومئات الآلاف من اللاجئين. نشرتنا متواصلة مشاهدينا، تتابعون فيها بعد هذا الفاصل. بعد عملية توغل عبر الحدود الأوكرانية، روسيا تفتح تحقيقا في الإرهاب وتؤكد استمرار القتال مع عناصر مسلحة. أن الله كريم والله قادر على كل شيء، واللي عند الله سبحانه وتعالى هو خير وفضيل. وإذا أحسن الإنسان على إنسان فالعشر أمثاله. تلك كانت فلسفة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، إنسان ومعلم ومانح للأمل وقدوة في العالم لكل من أعطى. عبر هذه المسافة الطويلة تصل يد الخير الإماراتية وتبني ما ينفع الناس في حاضرهم ومستقبلهم. الفكرة الطيبة إنه المشاريع هاي كلها متعلقة بمنفعة الناس. إنما أرساه زايد مستمر في أبنائه وفي مواطنيه. أن الله كريم والله قادر، الحمد لله والشكر. من هنا مر زايد، السبت والأحد 8:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 7:30 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي. شوفوا كيف فانش يخلي الملابس تعيش أكثر. لبس القديم يطلع جديد، اللبس المبقع يطلع نظيف، اللبس الإيل يطلع رائع، اللبس الباهت يطلع ناصع. ملعقة واحدة بس من فانش مالتي باور بقوة الأكسجين يزيل البقع الصعبة والروائح الكريهة، يخلي الألوان زاهية ويقضي على 99.9% من الجراثيم ويخلي الغسيل كأنه جديد. مع فانش الغسيل يطلع جديد. مشاهدينا أهلا بكم معنا من جديد. قبل مواصلة هذه النشرة، هذا تذكير لأبرز عناوينها. رئيس الدولة يبعث رسالة خطية إلى رئيس بالو تتضمن دعوة لحضور قمة المناخ كوب 28.
غدات سريان وقف إطلاق النار، هدوء نسبي في العاصمة السودانية وسط تحذيرات أممية من عرقلة متنامية للنزاع. أهلا بكم من جديد. ننتقل الآن لنستعرض آخر مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتطورات الصراع عسكريا ودبلوماسيا. فتحت روسيا اليوم تحقيقا في عمل إرهابي غدا توغل مجموعة مسلحة جاءت من أوكرانيا في منطقة بلغورد الروسية الواقع على الحدود، فيما قال الكرملين أن الهجوم يثبت الحاجة إلى الاستمرار في الحرب ضد أوكرانيا. المزيد نتابعه في هذا التقرير. اتهامات متبادلة بين الجانب الروسي والجانب الأوكراني حول عملية توغل في الأراضي الروسية في منطقة غريفرون المتاخمة لأوكرانيا. حاكم منطقة بيلوغوراد الروسية ذكر بأن مجموعة تخريبية تابعة للجيش الأوكراني بحسب وصفه دخلت الأراضي الروسية، ما دفع الجانب الروسي إلى تنفيذ عمليات إجلاء للسكان من المنطقة واتخاذه وقوات الأمن إجراءات لصد التوغل. تسللت مجموعة تخريبية إلى أراضينا وأطلقنا عملية إجلاء، أمل أن ينجز جنودنا مهمتهم قريباً ويقضون على العدو. كييف نفت أن تكون لها أي علاقة بتوغل مقاتلين داخل الأراضي الروسية، وألقى جهاز المخابرات العسكرية الأوكراني باللوم في العملية المسلحة بمنطقة بيلوغوراد على مواطنين روس ينتمون إلى مجموعتين شبه عسكريتين. الهجوم على منطقة بيلوغوراد تضمن ضربات من طائرات دون طيار لمنزلين سكنيين عبر إسقاط عبوات ناسفة من المسيرات، لكن دون وقوع إصابات في صفوف المدنيين. استهداف منطقة بيلوغوراد دفع روسيا لإدراجها ضمن النظام القانوني لمنطقة عمليات مكافحة الإرهاب، وهي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج منطقة روسية ضمن هذا النظام منذ بدء العملية العسكرية، فيما يرى الكرملين وعلى لسان المتحدث باسمه ديمتري بيسكوف بأن هذه الأعمال التخريبية في مدينة بيلوغوراد تهدف لصرف الانتباه عن خسارة أوكرانيا لمدينة باخموت الاستراتيجية وتقليل التأثير السياسي لهذه الخسارة. وعن آخر التطورات الميدانية في باخموت، أفادت مصادر أوكرانية اليوم بانحسار القتال داخل المدينة الشرقية البلاد وحولها. وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا مليار عبر تطبيق تيليجرام أن قوات كييف سيطرت على الضواحي الجنوبية الغربية للمدينة، وأضافت أن الوحدات الروسية تواصل تمشيط المناطق التي تسيطر عليها بحثا عن جنود أوكرانيين. وكانت روسيا أعلنت يوم الخميس الماضي سيطرة بشكل كامل على مدينة باخموت. وفي سياق منفصل، قالت وزارة الخارجية الروسية أن حديث مجموعة السبع عن الترسانة النووية هدفه الوحيد هو ممارسة ضغوط نفسية وعسكرية وسياسية على موسكو وبكين. وفي أول بيان على الإطلاق بشأن نزع السلاح النووي يصدر في قمة لمجموعة السبع، دعت المجموعة مؤخرا روسيا والصين إلى إبداء قدر أكبر من الشفافية بشأن ترسانتيهما النوويتين على غرار خطوات اتخذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا. وتعليقا على ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف المسؤول المعني بالحد من التسلح إن البيان يعكس نبرة المجموعة المعادية لروسيا والصين. قال رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إن أوكرانيا ستحصل على دعم غربي لسنوات مقبلة، بينما حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن استراتيجية الانتظار الخاصة به لن تفلح. ونقلت وكالة أنباء بي اي ميديا البريطانية اليوم عن رئيس الوزراء البريطاني قوله إن واحدة من الأخطاء الناتجة عن سوء التقدير الكبير للرئيس الروسي هو افتراض أن غزو أوكرانيا سيؤدي إلى تفتيت الحلفاء بحسب تصريحه. إلى
إلى الشأن الأمريكي، حيث قال الرئيس جو بايدن أنه عقد اجتماعا وصفه بالمثمر مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي حول الحاجة لمنع تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها. وأكد بايدن أن التخلف عن السداد ليس خيارا مطروحا على الطاولة، وأن السبيل الوحيد هو المضي قدما بحسن نية نحو اتفاق بين الحزبين. من جهته أعلن رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي أنه لم يتوصل بعد إلى اتفاق مع بايدن حول خطر تخلف الولايات المتحدة عن السداد. في موضوع آخر، انتقدت الولايات المتحدة القيود التي فرضتها الصين على منتجات شركة ميكرون لصناعة الرقائق، وذلك في أحدث تجاذب بين الدولتين في مجال أشباه الموصلات. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن لديهم مخاوف جدية بشأن فرض الصين قيودا على بيع رقائق ميكرون لبعض الصناعات المحلية، واعتبر أن هذه الخطوة تتناقض مع تأكيد الصين انفتاحها على النشاطات التجارية والتزامها إطارا تنظيميا شفافا. في باكستان، قررت محكمة باكستانية اليوم الإفراج بكفالة عن رئيس الوزراء السابق عمران خان حتى الشهر المقبل. وقال متحدث باسم حزب خان أن محكمة مكافحة الإرهاب منحته الحماية من الاعتقال حتى 8 يونيو المقبل. وكان قد تم الإفراج عن خان بكفالة في 8 قضايا تتضمن تهما بالإرهاب لتحريض أنصاره على القيام بأعمال عنف بمجمع القضائي الفيدرالي في مارس الماضي. ويواجه خان عددا كبيرا من القضايا في اتهامات تتراوح بين الفساد والإرهاب. أعلنت وزارة الدفاع في أرمينيا اليوم أن قوات أذربيجانية فتحت النار على مواقع عسكرية أرمينية بعد منتصف الليل، واستمر إطلاق النار حتى الساعة 1:10. وذكرت وكالة الأنباء الأرمينية أن قوات أذربيجان استخدمت أسلحة صغيرة بأعيرة متعددة في إطلاق النار على مواقع في منطقة كوتاكان في محافظة كاجوريكونغ. وأوضحت الوزارة أن هذا الهجوم لم يسفر عن وقوع إصابات. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، تتابعون فيها بعد قليل في أخبار الاقتصاد. وزارة المالية تصدر 3 قرارات وزارية جديدة بشأن ضريبة الشركات. إيش يا ترى الدكتور حسن سرحان؟ إيجابية؟ صحة؟ أوه، هذه الدكتورة ريم نفس السالفة، جمال، لياقة. إيش يدورون؟ شكلهم تايهين بس يا جماعة، عنواننا ترى ما يتوه، هو للصحة عنوان. للصحة عنوان، من الاثنين إلى الجمعة 8:30 مساء بتوقيت أبوظبي، 7:30 بتوقيت السعودية على قناة أبوظبي. تسامح واجب، نحن بشر كلنا أخوان. هدية للإنسانية، رسالة سماوية، ومنهج للبشرية، كلمة رسخناها بالأفعال، حققنا بها ما هو محال. التسامح هو قصة دولة ومنهج قائد، والسلام واختصار للكلام. تابعنا على منصتنا الجديدة تسامح، وكن جزءا من حكايتنا. التسامح لغتنا.
بكم مشاهدينا من جديد، نستعرض معكم الآن جولة في الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة. وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة ماليزيا اليوم أعلن نوايا مشترك بشأن إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الدولتين. جرى توقيع إعلان النوايا على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي على رأس وفد رفيع المستوى إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور. ويأتي توقيع الإعلان لإطلاق محادثات لاتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين في الوقت الذي تواصل فيه التجارة غير النفطية مسارها الصاعد، إذ بلغت 4 مليارات و600 مليون دولار خلال عام 2022. وتعد ماليزيا أحد أهم الشركاء التجاريين للدولة من الدول الآسيوية غير العربية، وتحتل المرتبة 12 في قائمة أهم الشركاء التجاريين للدولة حول العالم. أصدرت وزارة المالية 3 قرارات وزارية تنظيمية جديدة في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، وتشمل القرار وتضمن القرار الوزاري في شأن المعايير والطرق المحاسبية، والقرار في شأن صناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية، وأيضا قرارا في شأن إعفاء المشاركة، والتي تهدف إلى تعزيز مرونة نظام ضريبة الشركات في الدولة وتهيئة البيئة الداعمة للأعمال في مختلف القطاعات. ويضمن القرار التوافق مع الممارسات الضريبية الدولية، بحيث يتم إعفاء صناديق المعاشات الخاصة وصناديق التأمينات الاجتماعية في الدولة من ضريبة الشركات عند قيمتها باستثمارات دولية، وكذلك استفادتها من مزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي. أصدر المصرف المركزي قرارا بحل مجلس إدارة شركة تأمين عاملة في الدولة وتعيين لجنة إدارية مؤقتة من ذوي الخبرة تتولى كافة مهام وصلاحيات مجلس الإدارة لمدة 6 أشهر. وتأتي هذه العقوبة الإدارية وفق أحكام المادة 41 من القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 بشأن تنظيم أعمال التأمين، حيث ستقوم اللجنة المعنية بمتابعة وتنفيذ الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة بما يتفق مع الصلاحيات الممنوحة لها بموجب التفويض. ويعمل المصرف المركزي من خلال مهامه الرقابية والإشرافية على ضمان التزام جميع شركات التأمين والمهن المرتبطة بها بالقوانين السارية في الدولة وأنظمة المصرف المركزي، وذلك بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة قطاع التأمين وحماية النظام المالي للدولة. أكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن أن ملتقى الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال يركز على موضوع حيوي لاستمرار النمو الاقتصادي وخلق مستقبل أفضل للبلاد. جاء ذلك خلال افتتاح معاليه ملتقى الشبكة الوطنية لحاضنات الأعمال الذي ينظمه صندوق الوطن بالتعاون مع وزارة الاقتصاد وكافة حاضنات الأعمال بالدولة. وركزت جلسات الملتقى على معالجة كافة التحديات التي تواجه حاضنات الأعمال بالدولة بهدف معالجة مجالات التحدي، ومنها زيادة المعرفة حول كيفية بناء وإدارة وتشغيل الحاضنات لتعظيم النتائج وتحسين الوصول إلى الأسواق وتبسيط الوصول إلى المواهب، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى التمويل وتقاسم الموارد. تستضيف دبي الدورة الثانية من فعاليات منتدى تخزين الطاقة 2023 الذي يقوم في الفترة من 23 إلى 25 من مايو الجاري، وهو نتاج تعاون استراتيجي بين هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي ومعهد بحوث الطاقة الكهربائية. نتابع التفاصيل في هذا التقرير. تحت شعار التحول الراهن نحو مصادر الطاقة النظيفة في دول مجلس التعاون الخليجي، وصولا لانعقاد فعاليات مؤتمر أطراف المناخ كوب 28،
تنعقد الدورة الثانية من فعاليات منتدى تخزين الطاقة 2032 في دبي، ويقام المنتدى في وقت يواصل فيه العالم مجهودات وتحولات كبيرة نحو مستقبل خال من الكربون. المنتدى يركز على سبل تخزين الطاقة. تخزين الطاقة هي من المواضيع الهامة والمهمة في عملية تحول الطاقة. جميع دول مجلس التعاون الآن في طور التحول الطاقي وإنشاء مصادر الطاقة المتجددة. يضم المنتدى مسؤولين من هيئات الكهرباء والمياه من دول مجلس التعاون الخليجي لمناقشة آفاق تطوير قطاع تخزين الطاقة وسبل دعم التحول في قطاع الطاقة لتحقيق الاستدامة. هيئة ربط الكهرباء الخليجي تسعى أن تلعب دورا في نشر ثقافة الطاقة المتجددة، تكنولوجيا التخزين ومدى أهمية هذا في تحول الطاقة في المستقبل. منتدى تخزين الطاقة بيساعدنا بشكل كبير يعني في أن نعرف شو هي التكنولوجيا الموجودة في الأسواق العالمية حاليا، أن شو المناسبة لنا نحن في دولة الإمارات إن شاء الله. وسيتناول الحدث جلسات حوارية تفاعلية وورش عمل فنية عن الأساسيات التي تقود التحول في الطاقة وتخزينها. المنتدى هو محفز هام لتسريع تبني حلول الطاقة وتمهيد الطريق لعالم محايد للكربون. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، ناصر الرميتي، دبي. مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة السادسة. شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.